لأن الساعة ما تقوم على المؤمنين، ما تقوم إلا على الكفرة. الساعة ما تقوم إلا على الكفرة، ولا يمكن أن تقوم الساعة ولا أن يخرب هذا الكون إلا إذا خلا من التوحيد والإيمان. فخراب هذا الكون بخلوه من الإيمان والتوحيد. إذا خرب، فإذا خلا من الإيمان والتوحيد خرب قامة القيامة. ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا خرجت أشراط الساعة في آخرها طلوع الشمس من مغربها، والدابة التي تسم الناس، وقبل ذلك خروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وخروج المهدي وهدم الكعبة والعياذ بالله والدخان ونزع القرآن من الصدر والمصاحف، تأتي ريح طيبة. ثبت في الأحاديث الصحيحة تأتي ريح طيبة من قبل اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وفي الحديث حتى لو كان أحدهم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة. وإذا قلت روح المؤمن ما بقي إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم. فيتمثل لهم الشيطان يقول ألا تستجيبون لي، فيقول ما لا تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان، والله تعالى يدر عليهم الأرزاق والأمطار والخيرات، فعليهم تقوم الساعة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. هذا شرار الناس، شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة هم الكفرة، والذين يتخذون القبور مساجد لأن اتخذ المساجد وسيلة قريبة للشرك. تقوم عليهم الساعة وهم مشغولون بدنياهم. تقوم الساعة والرجل يلط الحوض لإبله، والرجل يمد القماش للبيع، والرجل يرفع اللقمة إلى فيه، والرجل يغرس الفسيلة، فتقوم الساعة وهم مشغولون بدنياهم. وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، فينفخ إسرافيل في الصور نفخة فيطولها، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمعها أحد إلا أصاليتا ورهي هكذا حديثا صفحة العنق تسمع الصوت مثل صفارات الإنذار التي تسمع في الحروب. ماذا يحصل للناس؟ يحصل الرعب في الصفارات الإنذار. فلو زاد الصوت على صفارات الإنذار ضعف مرات ماذا تكون حال الناس؟ فإذا زاد مئات مات الناس. هكذا إسرافيل ينفخ في الصور نفخ أولها فزع وآخرها صعق وموت. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وفي آية النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. جاء في حديث في سنة إسماعيل المرافع وهم يتكلموا فيه أن ثلاث نفخات، النفخة الأولى فزع، والثانية نفخة الصعق، والثانية نفخة نفخة البعث. والصواب أنها نفختان، الأولى أولها فزع وآخرها موت، كما قال الله تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ظنون. أخرى هذه العالم نفختان، لو كانت ثلاثة نفخة ثانية وثالثة فالساعة تقوم على الكفرة.